مثل ما وعدتكم وفيت، أنا محمد من كاليفورنيا، أهلا وسهلا فيكم. قبل ما نبلش الحلقة اللي عملت مجهود كتير كبير لحتى أوفر لكم من خلالها معلومات بما يخص السكشن 8، حابب منكم حبايبي تقديراً بس للجهود للي عم بحاول ابذلها بكل مصداقية وشفافية وتكون صادقة طالعة من القلب رايحة للقلب. حطلي بس سبسكرايب، اعمل شير للفيديو، حطلي لايك، خلي غيرك يستفيد. محتوى الحلقة كتير مفيد مثل باقي الفيديوهات اللي عم نزلها أو اللي عم نشتغل عليها، ورح تفيدك ورح تفيد أصدقائك زمايلك حبايبك. اليوم موضوعنا رح يحكي عن السكشن 8 أو عن الأفوردبل أبارتمنت أو عن السكن لأصحاب الدخل المحدود أو أصحاب الدخل المنخفض. كتير منا سمع عن هذا البرنامج، بس مو كلياتنا بنعرف خبايا، مو كلياتنا عنا الإجابات حتى كيف نقدر نقدم أو كيف نقدر نحصل أو كيف نقدر نسكن بهاي الأماكن اللي عمليا خصصتها الحكومة لحتى تقدر تساعد أصحاب الدخل المنخفض وخصيصا العوائل وبما فيهم كمان الأفراد. أصبح أنتي بغض النظر عن حالتكم الاجتماعية، هاي الحلقة رح تفيدكم. إذا أنت اليوم ساكن ببيتك وأمورك تمام، مالك محتاج هذا الموضوع، صدقني ممكن يكون في حدا من حبايبك، معارفك، قرايبك رح يهتم بهذا الموضوع. شير الفيديو وادعمني. اليوم طبعا من خلال هاي الحلقة رح استعرض كل التفاصيل للي ممكن اني احصل عليها، كيف بتقدروا تسكنوا او تحصلوا على السكن المخفض السكشن 8 او الافوردبل ابارتمنت. اليوم رح استضيف السيد طه، موظف باحد الجهات المختصة والمعنية بهذا الموضوع. طبعا نظام السكن المخفض بامريكا هو نظام موحد على كل الولايات، يختلف من ولاية لولاية على حسب حجم المتقدمين، بالأحرى على حسب تعداد الكثافة السكانية لكل ولاية أو منطقة. بس بغض النظر عن أي ولاية أنت موجود فيها، بغض النظر من وين عم تتابعني، أنت رح تستفيد اليوم من هالحلقة. لا تنسى تعمل لي سبسكريبشن، لا تنسى اللايك، والتعليقات كتير بتهمني، لأنه حتى بعد ما نعرض الحلقة إذا لسه في عندكم أسئلة ما تمت الإجابة عليها من خلال الحلقة، ممكن أني أحصل لكم على الإجابات وأرجع أرد عليكم من خلال التعليقات. تابعوني، خليكم معي، وحلقة رح تكون مميزة وشيقة. ولا تنسى السبسكريبشن. شكراً، سلامتكم. أهلا وسهلا فيكم. استضفنا اليوم السيد طه. السيد طه طبعاً موظف بأحد الجهات مسؤولة عن نظام السكن اللي اليوم رح نحكي عليه بتفاصيل أكثر. سيد طه طبعاً حب يعطي من وقته لحتى يفيد الجمهور، لحتى يفيد العالم اللي عم بتتابعنا، لحتى توصل معلومات فعلاً نحن بحاجتها. طبعاً اليوم من خلال هاي الحلقة رح نقدم معلومات كتير غنية، رح نسأل أسئلة، رح يجاوبنا، رح ينصحنا، وبتمنى إنه تفيدنا وتفيد أحبابنا وتفيد كل العالم للي رح تحضر هاي الحلقة. طبعاً سيد طه رح يكون معنا اليوم من خلال اجتماع عن طريق الكمبيوتر بحكم المسافة بيني وبينه أو اختلاف المسافة بين ولاية وولاية. بتمنى أن تكون مفيدة، شاركونا بتعليقاتكم، وأهلا وسهلا فيك سيد طه. أهلا فيك أخي، على وقتك حبيبي. حبيبي تسلم لي، مشكور حبيبي. الله يخليك، أنا بعرف وقتك كتير ثمين، بعرف أنه وقتك قصير شوي، رح نحاول نحكي بس بالعربي لأنه هي القناة اسمها محمد نحلة بالعربي. نحن اليوم أنا مثل ما خبرتك تحت الهواء من خلال هاي القناة عم نحاول نقدم نصائح، عم نحاول نساعد عالم. يعني أنا واحد من الناس صار لي سنين هون بأمريكا، ولليوم ما بعرف كتير تفاصيل عن موضوع السكن المخفض أو السكن لأصحاب الدخل المحدود أو السكشن 8، أو ما بعرف شو الفرق بيناتهم. بقى اليوم أنا حابب، ما أنه عطيتنا من وقتك، شو بتقدر تعطينا معلومات نحن فعلا رح نكون شاكرين لك. رح بلش أنا بشوية أسئلة من عندي، بس بتمنى أنه أنت أكيد، يعني قد ما سألتك أسئلة أكيد أنت في عندك لسه إجابات ممكن أنا ما أقدر حتى أطرق لها بالأسئلة. أي معلومة لا تبخل علينا فيها، الله يخليك حبيبي بعيوني. طيب خلينا نبلش أول شيء، شو هو السكن المخفض أو السكشن 8 أو الأفوردبل أبارتمنتس؟ لأي كتير بنسمع بس ما بنعرف الفروقات بينات. طبعا اسم البروغرام، اسم البرنامج هو السكشن 8. هذا برنامج من الحكومة الفيدرالية، هذا البرنامج الكل يقدرون يشتركون به. الفكرة مال هذا البرنامج أنه المواطن الأمريكي أو أي واحد عايش في أمريكا، نسبة الأجار، النسبة الفلوس اللي يجيبها بالشهر المفروض تكون 30% بس. هذا الهدف مالتهم. طبعاً بهالزمن وبهالأيام أكو هواي عالم نسبة
الأجار مالتهم احتمال تكون 50 أو 60 أو 70% من نسبة الفلوس اللي تجيهم الشهرية الراتب تبعهم. فهذا البرنامج يساعد العالم، يساعد الناس كلهم على أنه يدفعون بس النسبة وهي 30%. ما يهم شنو الأجار، أنت تدفع 30% بس من الراتب مالتك والحكومة تتكفل بالباقي. هذا برنامج يساعد جدا هواي ناس، تمام، وآلاف الناس يشتركون لي. طيب، في سؤال كثير بيخطر عبالنا هلا وانت طرحته من خلال حديثك، انه مين الاشخاص المؤهلين؟ نحن بنعرف انه هون يا اما بيكون مواطن امريكي او حصل على الاقامه الدائمه اللي بتتسمى الجرين كارد، في منهم عندهم السوشيال او رقم الضمان الاجتماعي بس ما في عندهم حاله اقامه. فهمت علي كيف؟ يعني ممكن يكون حالة إقامتهم مؤقتة وممكن يكونوا مهتمين بهذا الموضوع. طيب فيك أنت تخبرنا مين الأشخاص المؤهلين لهذا البرنامج؟ طبعاً أكو ثلاث فئات للمشتركين بهذا البرنامج حتى تقدر تشترك بهذا البرنامج. إن تكون أنت عندك السيتيزنشيب الأمريكية، إن تكون أنت مواطن أمريكي، إن يكون عندك جرين كارد، أو إن يكون عندك أدميشن نمبر. الادميشن نمبر هذا خلينا نقول مثلا انت هنا زياره مؤقته، خلينا نقول انت هنا طالب بدك تدرس، خلينا نقول انت هنا جاي لانه انت تشتغل مثلا ويا الحكومه مال اي دوله بالعالم، وانت جاي هنا ويا الحكومه، اذا عندك ادميشن نمبر فانت كواليفاي. ف يعني اذا انت فايت الامريكا قانوني فانت تقدر كواليفاي لهالبرنامج. الله يديم عز الحكومة الأمريكية. في عنا سؤال كمان، سؤال مهم، إنه أنت هلا عم تحكي بالأشخاص المؤهلين لهذا البرنامج، طبعاً أنت شملت حتى الطلاب، ممكن يكون طالب، صحيح؟ صح. طيب أصبح بناء على هذا الشيء، هذا البرنامج بيتطلب منك إنه يكون عندك مينيموم إنكم أو أقل دخل، أو ما بعرف كيف تنحكى بالضبط بالعربي، المينيموم إنكم للي هو أقل مستوى من الدخل، يعني في رقم محدد لازم تحققه لحتى تكون متوافق مع هاي الشروط. المينيموم ما فيش، إذا عندك صفر بالشهر، إذا ما عندك شغل، ما عندك أي فلوس، تقدر تنشمل بهالبرنامج. هذا البرنامج اللي ما عندك، إذا يعني بالضبط إذا ما تجيب أي فلس زيرو ماني تقدر تفوت لهالبرنامج وما تدفع أي أجر. إذا تاخذ بس 100 بالشهر تدفع 30 دولار بس بالشهر مثلا، بس إذا عندك صفر تقدر. أكو ماكس، إذا تجيب أكثر من عدد محدد فلوس ما تنقبل بهذا، وهاي الليمت تتغير حسب كم شخص. تمام. فرض إذا أنت عندك مثلا شخص واحد دا يقدم على هالبرنامج لازم ما تجيب أكثر من 38 ألف بالسنة. إذا عندك شخصياً هذا لازم جميع الولايات ولا بيختلف من ولاية لولاية؟ أنا هسه دا أحكي لك يا هذا البيس، هذا فجر، فهذا كل الولايات نفس الشيء. على الفلوس كل الولايات نفس الشيء. الشخصين إلى همين 3 أشخاص 4 أشخاص أن كله لحد 10 أشخاص. إذا حتى 10 أشخاص أكو ليميت ما تقدر تصعد فوقها، بس إذا أنت جواها فأنت تقدر تقدم على البرنامج. تمام. طيب موضوع الكريدت سكور أو التاريخ الائتماني بيأثر على هذا الشيء، أو الباكراوند تشيك اللي هو إذا كان واحد عنده مثلا جرم أو جناية أو أي شيء، بيأثر على هذا البرنامج ولا لا؟ حسب شنو المشكلة اللي عند الشخص. بس أنا أقول لك بالشغل الآن دا أشتغله، أكثر شيء أثر عليك هي المشاكل الفيدرال كرايمز. فيدرال كرايمز. أكو عندك سيتي ستيت وعندك فيدرال كرايمز. مثلاً التدخين، مثلاً الماريجوانا نحن نحكي بيه دائماً مو allowed بكل الستيتس. تمام. إذا ستيت عندها الليجل وأنت got charged with marijuana possession مثلاً، بس as an example، هذا ما حيقبلوك نهائي. ثلاث ارباع الاحيان ما يقبلوك نهائي لحد ما تروح هاي عن الريكورد مالك. صحيح. ليش؟ لانه هاي بعدها ويا الفدرال مشكله. صحيح. ويسموه هنا سكس اوفندر ريجستري مثلا على اكزامبل. اذا اي واحد بهذا
سوى أي مشكلة من هذا الناحية، فالنهاية عمره ما يقدر يقدم على هالبرنامج. تمام، شكرا جزيلا. طيب في سؤال كمان حابب أطرحه أنا، وبتصور كمان بهم الأخوة اللي عم يتابعونا هلأ المشاهدين. شو أنواع المعاملات أو الطلب للي محتاجينه لحتى نقدمه بالإنجليزي من إنه الابليكيشن أو الفورم؟ شو نوع هاي المعاملة؟ بتتم أونلاين، بتتم عن طريق البريد، بنعبيها بإيدنا، أو بنحتاج مثلا اليوم بنشوف مثلا مكاتب بيقولوا لك نحن بنعمل لك أو بنقدم لك أو بنعمل لك السيرفيسز أو الخدمات، طيب نحن فعلا بنحتاج حدا ولا ممكن نقوم فيها لحالنا؟ الابليكيشن جدا جدا سهل. بس راح ارجع شويه لانه اكو شيء نسيت شويه اشرحه. السكشن 8 مقسوم اكثر من نوع، هو قسمين، قسم اسمه project based وقسم اسمه voucher. الفاوتشر يطوق باسمك، المعنى بي اي شقه اي بيت اي شقه من اي ناحيه باي ولايه بامريكا تقدر تروح تسكن بيها، والحكومه حتدفع لك نفس النسبه 30% من الراتب انت تدفعه والحكومه تدفع الباقي. حلو. اكو نوع ثاني اسمه project based، تروح تقدم على عماره for example او على شقه سكنيه بمنطقه، الفاوتشر يكون بهاي العماره، فاذا تدخل بهاي العماره وتريد تقدم لها شخص مثلي يسوي لك الفاوتشر، انت حتى ما تسويش، انت بس تعطيني معلوماتك، تعطيني مثلا التفاصيل مثلا مالتك ايش قد تجيب بالسنه، البنك انفورميشن مالتك، الاكونت مالتك، تشيك سيفنج، هيك الاشياء، وانا اسوي لك الشغل كلهم. اذا انت تريد تقدم فاوتشر هذا الابلكيشن مالته يكون شويه اصعب، بس هذا يختلف من ولايه لولايه ويختلف من كاونتي لكاونتي. شو الاختلاف من ولاية لولاية؟ الفيدرال بروجرام نفس الشيء، عندك كم ورقة تكون دائما نفس الشيء، بس بعدين عندك سيتي ريكويرمنت، عندك الكاونتي ريكويرمنت، عندك الستيت ريكويرمنت. تمام. أنا مثلا أقدر أحكي على الستيت مالتنا، ما عندنا هواي ريكويرمنت، وأي شخص يسوي الابليكيشن يسوي يمكن بعشرين دقيقة، كل اللي يسوي يحط المعلومات الشخصية مالته وبس هذا الشيء الوحيد اللي يسأل. وأعرف ولايات مثلاً كاليفورنيا تسأل واي تفاصيل زيادة. صحيح. نيويورك تسأل نفس الشيء. صحيح. بحسب الشخص وين ساكن. صحيح. طيب شو المدة المتوقعة لحتى إنك تسكن بهذا السكن أو بهاي الأبارتمنت أو بهاي الشقة اللي أنت حصلت عليها من خلال هذا البرنامج؟ كمان تختلف من ولاية لولاية ولا؟ لأنه أنا سمعت في عالم بكاليفورنيا سنين صار لها يعني 8 ولا 9 سنين وهي عم تنتظر دورة لحتى تحصل على هذا الشيء. صح. نرجع القسمين الفاوتشر والبروجكت بيس. الفاوتشر مثلاً كانساس، هسا أنا مثلاً داشتغل بكانساس، مال كانساس هسا ما يقبلون أي أبليكيشنز لأنه عندهم هواي أبليكيشنز، فبعد ما يتحملون صار عليهم ضغط هواي بعد ما يقبلون أبليكيشنز. إذا هاي voucher based، إذا تسوي project based مثلاً المجموعة هاي المكان اللي أنا مسؤول عنه أفوت الشخص بحدود الشهرين أو 3 أشهر. تمام، شهرين أو 3 أشهر. طبعاً، فتختلف أكيد حسب الكاونت اللي تقدم عليها وحسب الولاية، وتختلف حسب يا section 8 تسوي لك تقدم عليها، وهذا هسه شوية شوية أشرح لك بعد، احتمال للنهاية نقدر نشرح نفوت بيه التفاصيل بعدها. تمام، اكيد اي شيء انت فيك تضيفه، يعني انا عندي اسئله رئيسيه، اي شيء فيك تضيفه، يعني انا هاي الحلقه مخصصه لحتى العالم تستفيد من اي اجابه عم تطلع عليها، لانه انت مثل ما بتعرف ما في كتير سورسز او مصادر لهذا الموضوع، يعني كتير قليله يعني، وطبعا 70% من الكلام هو عباره عن شائعات، فما بتوصلك المعلومه بالصدق. راح شافك في شيء تضحك عليه. يلا، هذا الكتاب اللي لازم نقراه. لا إلهي. فهواي عالم ما يقرون هذا الكتاب أو ما يفهموا كل التفاصيل بيها، أنا في شغلي لازم أقرأ وأحفظها. يعني نحن بهالحلقة إلا اختصرنا هذا الكتاب. طبعاً أنا عندي التفاصيل المهمة بهذا الكتاب، وإن شاء الله بالمستقبل إذا أحد بالكومنت سكشن مالتك عنده سؤال أو أي شيء تقدر تدز لي السؤال وتعطيهم إجابة محددة إذا يدورون على أي إجابة محددة. والله الله يجزاك الخير يا رب، الله يجزاك الخير. طيب هلا بعد ما حصلنا على هاي الشقة وانتقلنا وسكننا فيها، نحن مبسوطين محظوظين، أمور تمام، في إنا فترة محددة للإقامة فيها
ولا الإقامة فيها بتعتمد على نظام معين، على مدة معينة، ولا ممكن بس نوضح هاي النقطة؟ طبعاً ما فيش مد، ما يقولوا لك 10 سنين ولازم تقام، ما في شيء. إذا أنت تجيب جوا الماكسيمم ليفل، إذا أنت بالسنة تجيب جوا الماكسيمم ليفل، مثلاً خلينا نفترض شخص واحد ساكن في الشقة، إذا يجيب أقل من 38,000 يقدر يسكن. إذا ما عنده ما سوى أي جريمة أي شيء هيجي فيقدر يسكن بيها، ما يطلعوك أبدا. تمام، يعني خلاص أنت طول ما أنت محقق الشروط أصبح طبعًا. أنت ساكن بس تغذى لحياتك بما أنه أنت محقق الشروط طبعا. طيب هذا السؤال حتى أنا بيعنيني شخصيا، يعني أنا عن جد حابب أسأله، بما أنه هو هذا البرنامج مخصص لأصحاب الدخل المحدود، نحن بنعرف أنه الولايات المتحدة الأمريكية فيها مناطق، فيها مناطق خطرة، فيها مناطق آمنة، فيها مناطق جداً آمنة، وفيها مناطق جداً غالية. طيب هذا السكن للي عم توفره الحكومة أو للي عم تساعد فيه الحكومة، بما أنه هو لأصحاب الدخل المحدود، أصبح هذا نحن بيحكمنا أنه نسكن مع جيران أو حي أو مكان مثلاً ممكن تكتر فيه الجرائم أو المشاكل، المدارس مثلاً شو طبيعتها؟ إذا مهتمين نحن أولادنا بيروحوا على الابتدائي أو على الإعدادي أو حتى على الثانوي اللي هو عمر كتير مهم بالنسبة للأطفال، شو بتخبرنا عن هذا الشيء؟ حسب المنطقة، السكشن 8 مو دائماً يم مناطق مزيرة، 3/4 الأحيان صح، فهي 25% تكون بمناطق زينة و 75% تكون مو مناطق مزيرة هواية. أنا دائماً أحط المكان اللي أشتغل بيه على شرط، أنا هاي المدينة اللي أشتغل بيها، المنطقة اللي أشتغل بيها، فأني أغنى منطقة بكانساس. أنا شايف سكشن 8 بروجيكتس مناطق ثانية مثلاً بغير ولاية، مناطق مستحيل واحد يسكن بيها أبداً مو آمنة. أنا نصيحتي للشخص اللي يريد يقدم من مكان محدد إنه أكو ألف مكان، مو أكو مكان ومكانين، دور على المكان يلي يفيدك، دور على المكان اللي تحسه أنت آمن وقدم عليه، لأنه أكو هواي خيارات. عنا الخيار. نعم. عنا الخيار، هذا الكلام جدا رائع، عنا الخيار لهذا الموضوع، والمدارس طبعا بتلحق للي هي الزيب كود أو الأريا نمبر وعلى حسب. نعم. تمام. طيب، وبالنسبة لحجم الشقة، حجم الشقة بيكون مرتبط بعدد أفراد الأسرة ولا؟ نعم. مثلا بالستيت أوف كانساس أقدر أحكي وياها أكثر تفاصيل، بالستيت أوف كانساس إذا شخصين دا يقدمون على الشقة نعطيهم one bedroom one living room. one bedroom لأنه تقدر شخصين بغرفة واحدة. أنا ما أعرف كل الولايات شنو النظام مالتها، هاي ولاية بولاية، بس خلينا نفرض إذا 4 أشخاص قدموا يقدرون يأخذون minimum 2 bedroom maximum 4 bedroom. 4 نعم، يقدرون كل واحد غرفة أو تقدر تحط 2 بغرفة. بهاي الأحيان إذا مثلاً 3 أشخاص دا يقدمون، 3 أشخاص كبار بالعمر، تكون أحياناً صعبة عليهم يقدمون، فبهيك أشياء إذا تحكي ويا الشخص شوية زين، هي طريقة تحكي وياها بالشخص، إذا تحكي وياها شوية زين أكو واي عالم يساعدوك ويساعدون، يساعدون جداً، فبهيك أحيان دائماً نحكي وياهم بطريقة حلوة، ابتسموا بوجههم ويلي تريد يسوي لك إياه وهواي يساعدون، لأن هم شغلتهم يساعدون الناس، فهم يحبون يساعدون. ومثل ما بنعرف يعني انه نحن هون بالحكومه الامريكيه دائما بتعرض برنامج الترجمه للاشخاص اللي ما بيتكلموا اللغه، فاذا بروح شخص ما بيتكلم اللغه ممكن يوفروا له المترجم اللي يحكي بلغته لحتى توصلوا المعلومات بشكل دقيق وصحيح. نعم، واذا احد ما يسمع ما يقدر يحكي ما يقدر يشوف اي شيء هيجي، اكو مترجمين لكل حالات، واذا احد مثلا عنده مشكله بالاستيعاب اي شيء هيجي دائما اكو resource، عفوا ما اعرف اقولها بالعربي، مصدر، حتى نعم اكو مصدر مساعده دائما اكو. طيب تمام، شو رقم الابلكيشن او شو اسم الابلكيشن اللي نحن بنحتاجه لحتى نقدم على هذا البرنامج؟ هذا انا عندي لينك اقدر اعطيك اياه، اللينك ماكو ابلكيشن محدد لان كل ولايه تختلف. إذا تحب أعطيك اللينك هسا ونعطيك اللينك بعد المقابلة، وإذا تريد أنت تحطها بكيفك اللي يفيدك. أكيد، يا أكيد، تعطيني اللينك وأنا رح زيده أو رح أضيفه ضمن المقابلة، وحتى رح يكون موجود بالتعليقات بحيث إنه أي حدا بيضغط عليه بياخده بشكل مباشرة. بس لحتى نوضح إنه هاي الأبليكيشن أو المعاملة أو هذا اللينك اللي هو بينطبق لكل الولايات مو بس على ولاية واحدة.
مو دائما، عفوا مو دائما، لا كل ولايه لها ابلكيشن شويه يكون يختلف، لانه الابلكيشن مالتك حيكون الفيدرال ريكويرمنتس بي وحيكون الستيت ريكويرمنتس بي. فاعطيك اللينك انت وهناك كل اللي تسويه تحدد يا ولايه انت، تحدد المدينه مالتك ويعطوك الابلكيشن مالتك. تمام. وحتى يعطوك معلومات انه ارقام ايميلات على عالم تتصل بيهم، شغلتهم ما في يساعدوك تكمل الابلكيشن. تمام. اصبح نحن من خلال هذا اللينك فينا نختار الولايه وبنقدر نعرف شو الابلكيشن اللي نحن طالبينه. نعم. طيب سيد طه، انت مثال للشاب العربي المكافح المهاجر، بغض النظر اكيد لك سنين طويله بامريكا، بغض النظر قديش صار لك بامريكا، يعني انا حابب كمان العالم تنتبه لهي النقطه، يعني شاب مغترب من اصول عربيه بيحكي لغتين، اليوم ماسك موقع حكومي اداري، يعني هذا الشخص اداري صاحب قرار، قديش هو نموذج بنقدر نفتخر فيه، قديش هو نموذج بنقدر نقتدي منه، يعني فينا نتعلم من هيك نموذج. هذا الكلام مو مجامله، هذا الكلام انت فخر، والله العظيم انت مو فخر. تسلم اخويا، والله تسلم. انت مو فخر للعراقيين، انت فخر للعرب، لانه نحن هون بامريكا اسمنا عرب، مو اسمي عراقي واسمك سوري واسمك، نحن اسم عرب، ولما بنكون بالنموذج للي انت عليه هذا فخر لنا والله العظيم، يعني نقتدي باللي مثلك. وانا فعلا شاكر كثير لوقتك، انت اليوم قدمت معلومات عالم فعلا بحاجتها. طيب شو بتحب مثلا قبل ما نختم هذا اللقاء، انا بعرف وقتك كثير ضيق وبعرف انه انت هلا عطينا من خلال فتره دوامك، شو بتحب تختصر، شو بتحب تعطينا معلومه، او مثل ما بنقول بالسوري زبده الحوار، شو هو؟ احطي اثنين زبده حوار عندي. اول شيء على السكشن 8 الكل لازم يقدم عليه حتى لو ما مستفاد منه، حتى لو ما مفكر فيه. انه هواي احيانا الويت مالته سنه او سنتين، واحيانا اربعه واحيانا خمسه، فقدم عليه انتظر. اذا يطلع لك منه الخمس سنين وما تعتازه قل لهم لا، اذا تعتازه اخذه، لانه ما تدري الزمن شي يضم لك. هاي اول شيء. ثاني شيء دا تحكي على المركز مالتي وانه على الشباب العرب اللي هنا والشابات العربيين، الجامعة أهم شيء. روح للجامعة، روح ادرس، هواي أماكن يعينون، ونحن العرب بينا طبع إنه نحن نشتغل جدا شلون أقولها، إنه نحن بينا من نشتغل بشيء نشتغله من صدق، بقلب رب، بقلب رب ضمير. صح. نعم. نشتغل بضمير طبعا، نشتغل بضمير. فهواي أماكن من يشوفون واحد عربي بسرعة يفوتوا ويريدونه لأن شغلنا جدا زين. هذا الحكي، هذا الحكي أكثر من رائع. أنا فعلا بدي أتشكرك على وقتك، بدي أتشكرك على الاستضافة الحلوة، شكرا كثير لكل معلومة غنية قدمت لنا إياها. العفو أخوي، العفو. بتمنى إنه العالم اللي تحضرك فعلا تشكرك أو تدعي لك أو تصلي لك بغض النظر عن أي معتقد بتآمن فيه، لأنه هذا الشيء طالع من القلب للقلب. تسلم. تسلم أخويا، وإن شاء الله العالم يستفادون من هالمعلومات اللي نعطيهم. إن شاء الله. وإن شاء الله. إن شاء الله تعالى. شكراً كتير. أنا هلأ بدي أختم الحلقة. حبايبي مثل ما شفتوا، معلومتنا من القلب للقلب، حاولنا نقدم لكم إياها عبارة عن نصيحة ما فيها أي شيء تجاري، حاولنا نقدم لكم المعلومات للي ممكن نوفر لكم إياها بأقصر الطرق بس من خلال هذا الفيديو. إذا في عندك أحباب، في عندك أصحاب أنت مهتم بأمرهم، حتى لو أنت مالك محتاج، مثل ما سمعنا النصيحة اليوم مالك محتاج، الله لا يحيجك، بس استبق الأحداث، ما حدا ضامن المستقبل، يا معالم فوق وصارت تحت، ويا معالم تحت وصارت فوق، وكل الأرزاق بإيد رب العالمين. استغل الفرصة، قدم وترك الأمور تمشي بمجراها، وخصوصي إذا كنت بالولاية، بولاية من الولايات الكبيرة مثل كاليفورنيا أو نيويورك، مثل ما خبرنا السيد طه. طبعا هاي ولايات تأخذ وقت كتير. برجع بقلكم، محمد معكم من كاليفورنيا، بسلامتكم.